صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحدهم يقول بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ويحتج بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي في حجرتها التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي، عائشة تصلي في بيتها، هذا بيتها وتصلي فيه من قبل، وهو بيتها. وين تروح؟ تطلع من بيتها، هي ساكنة فيه، ساكنة في بيتها، ما خرجت عنه. يعني لو بغت تصلي تطلع منه، أما لو أنها ساكنة برا الحجرة وتجي وتصلي فيها، صار هذا هو المحذور. أما أن هذا بيتها، هي تصلي في بيتها. نعم.